لن تعيش هذا اليوم ثانية. لا تدعه يمر بحزن. كن سعيدا وستغير كل شيء حولك. كن سعيدا وستغير كل شيء حولك. أصدقاء، بعتذر إنه أنا فت فجأة. أنا قاعدة هلا بمنتج في الفيديو، لاحظت إنه في كثير أشياء ما حكيتها. بعتذر إذا عم تسمعوا صوت المكيف ما فيه طفيل بطفيه بموت، أنا أوريدي رح موت من العرق. أنا ما حكيت على كل تجربتي وكيف انحف، كيف كنت بالشكل هاد، حتى صرت بالشكل هاد. إكسكيوز مي. فإذا بدكم أسوي لكم الجزء الثاني اللي هو بحكي لكم فيه قصتي مع الغدة الدرقية وكيف عرفت أقلل من نسبة الدي سي إتش اللي هي السبب في الغدة الدرقية، وكيف غيرت نظام الصحي وكيف التزمت وإمتى بلشت وكل هالقصص. وحاليا ادعوا لي بس انه قررت اني انا رح صير personal trainer and nutritionist، يعني خلافا عن الطب. انا بحب الطب طبعا، بس عشقت هالمجال هذا اللي هو اني اصير كوتش واهتم اكثر بالتغذية. فقررت اني انا اخذ شهادة عالمية في هالشي، وعم بمشي في البروسيس. انتوا ادعوا لي بس عشان تستغلوني اكثر مستقبلا، بس اصير personal trainer بظبطكم، بوعدكم اني بظبطكم. كنت بدي احكي لكم على الكالوري ديفيسيت. اهم شيء، اهم الرياضه ومن ويت ليفتنج كارديو كل هالشيء، اهم شيء هو انكم انتم تنقصوا من سعراتكم الحراريه اذا بدكم انتم تخسروا وزن. هون راح احط لكم تحت في الديسكربشن بوكس فيديو يساعدكم قديش السعرات اللي لازم تاخذوها، وكمان الماكرونيوترينتس اللي هي البروتين والكربوهيدرات والفاتس. هذول كلهم بيساعدوا انكم انتم توصلوا للساحه الرمليه ويصير عندكم شيء بجنن. واستعملوا تطبيق ماي فيتنس بال تو تراك هل انتو عن جد عم تاخذوا الكربوهيدرات المناسبه، هل عم تاخذوا البروتين الصح، هل عم تتغذوا صح. ماي فيتنس بال كثير بيساعدكم في هالشيء. انا لاني كثير كسوله فبسوي اكل مثلا تبع اسبوع كامل، وبكون يعني اسبوع كامل عم باكل نفس الشيء، فعرفتوا ما بضلش كل مره بشيك على بشكل يومي يعني على التطبيق، لانه انا الصراحه ما بحبش هيك، يعني ما عندي وقت اصلا لشيء زي هيك. فاذا انتوا عادي عندكم تاكلوا اكل نفسه على مدى اسبوع فسووا شيء زي هيك، لانكم لازم تعرفوا انه الماكرونيوترينتس ضروري جدا في رفع الاثقال، انكم تاخذوا البروتين الكافي، الكربوهيدرات الكافيه، الدهون الصحيه كمان الكافيه. بحس انه الناس كثير تهمل هالشيء. اللي حيطلع على جسمكم هو التغذيه تبعكم، بعدين الويت ليفتنج وغيره هو اللي بيساعد. سوي لكم قهوه ويعني كل نقطه انا بحكيها وكل شيء انا بحكيه انتبهوا له، لانه حبيت اعطيكم تجربتي كلها في فيديو واحد بس ما قدرت، فلهيك بدي اسوي لكم جزء ثاني. اصدقائي اعتبروا الفيديو هاد هو التحدي انتم عم بتسووه معي عشان تنحفوا. واستعينوا دائما في اي تمرين ما فهمتوه روحوا للمدرب اللي موجود في الجيم تبعكم واستعينوا به. ما لقيتوش مدرب في الجيم تبعكم روحوا شوفوا في الانترنت، ابحثوا عن التمرين. بس هيك بتمنى ان هيك كلنا ننحف ونشجع بعض وهيك، عرفتوا؟ يلا بلا طول حكي، بترككم مع الفيديو. انا ميرا المنورة الحلوة الأمورة. اشتركوا في القناة اذا اول مرة بتشوفوني، تابعوني على الانستغرام لانه في الانستغرام بنزل اكثر على الرياضة، وبشجعكم هيك تقريبا بشكل اسبوعي انكم تروحوا للجيم. فاذا بدكم تحفيز اكثر روحوا تابعوني على الانستغرام، حطوا لايك لهالفيديو عشان بعرف انكم بتحبوا جزء ثاني. كمان اكتبوا لي تحت شو الاشياء اللي بتحب احكي فيها يعني في الجزء الثاني، انه راح يكون بس بحكي فيها على الاكسبيرينس تبعي. فاكتبوا لي تحت اذا عندكم اي اسئله بخصوص هالموضوع، وانا من العين هاي للعين هاي عمل هلا بخليكم مع الفيديو. باي باي مؤقت. مرحبا ايها الاصدقاء، اهلا فيكم في يوم الليج داي اللي هو اكثر يوم بحبه وبكرهه بنفس الوقت. تمنيت اليوم راح تكون مع مدربي. اول شيء بلشنا به هو سكوات، اول سيت كانت بدون وزن، بعدين ضفت الوزن. بنسمي هالطريقه هاي بروجريسيف اوفرلود. فطبعا المبتدئين راح تروحوا تشتغلوا بس على البار، بس انسان زي حالتي انا ادفانسد فتشتغلوا يعني بالاوزان. التمرين اللي بعده هو ليج اكستنشن، نفس الفكره 4 سيتس، وبضيف ما بين كل سيت وزن اكثر، وممكن اقلل يعني في الريبيتيشن تبعي. التمرين هذا يعتبر بالنسبه لي اصعب واحد فيهم اللي هو هاك سكوات، او ممكن لانه انا رحت ومش اكله فيمكن البرفورمانس تبعي كان اقل من العادي.
بس هالتمرين هذا كثير صعب، احسوا انكم تخلوا رجلكم 90 درجة وتنزلوا اكثر مني انا بشوي. بس انا الصراحة زي ما حكيت برفورمانس تبعي كان مش احسن شيء. بعدين الليج كارز طبعا هي الصراحة مش صعبة يعني سهلة، بس كثير تبني هاي الهامسترينج تبعنا. بنفس الطريقة كلهم أصدقائي 4 sets and 12 repetition إذا بنضيف وزن بالنقص، ولكن زي ما حكيت البيجنر اشتغلوا بدون أوزان. بعدين ننتقل للتمرين هذا، هذا عشقي، I love hip thrust. hip thrust هو أكثر تمرين يستهدف الجلوتس تبعكم، وهو من أصعب التمرينات. في العادة بشتغل على وزن أكبر من هيك بكثير، ولكنها حسيت أني حالي كثير تعبة والآلة أصلاً تغيرت علي مو زي اللي بشتغل عليها، فاشتغلت على وزن أقل. بعدين ننهي بالكالف ريسز اللي هي تشتغل المسلس تبع الكالف تبعنا. مهم جداً أنكم تسووا تمارين هذا عشان تحققوا توازن في جسمكم. ونقطة ثانية مهمة بحس أني أنا زمان كنت كثير بتجنبها، هي stretching. ضروري تسوي stretching after your leg day لأنه بيساعد على الريكفر، بيقلل الألم جدا بطريقة رهيبة. كمان راح أحطلكم هون صورة رولر، هذا إذا لقيتوه سووا به stretching تبعكم لأنه بيساعد بشكل غير طبيعي. إذا لقيتوه في الجيم تبعكم استعملوه. شوفوا البنايات سكنية. يا صباح الحب، يا صباح الخير على الأصدقاء الأمامير الحلوين. I'm super ready to go to the gym. اليوم it is a back day. I'm gonna talk a little bit with you على بعض الأشياء اللي ضروري ضروري أنتوا تسووها بنات، يعني بنصحكم عن تجربة عشان ما يصير لكم stretch mark أو ترهلات. قبل ما تروحوا للجيم لازم ترطبوا بشرتكم. تستعملوا اي كريم ترطيب، انا بستعمل هون الخوشي، هاي شريتها جديدة، هاي براند تونسية اسمها توب مانسور، رح جربها. بيقولوا انه تحطها هيك على منطقة بعدين تحط عليها سويت بيلت بتساعد على تذبيب الشحوم. ما بؤمن ابدا بهاي الاشياء وبحسها انها خرافات، واللي بيساهموا في نشر هالشي بيساهموا اكثر في نشر الخرافات. هات كمان نوعية تانية شريته من روسيا مكتوب عليها انه جيل ستوب سيلولايت وستريتش مارك وهي الاشياء، فمش مهم البراند، فيكم تستعملوا زي جوز الهند. المفيد شيء رطبلكم جسمكم، لازم كل يوم ترطبوا جسمكم عشان تمنعوا الترهلات وستريتش مارك، يعني الوقايه خير من العلاج. ليش بعدين تقولي انا صار عندي تشققات؟ طبيعي لانك انت ما عم ترطبي جسمك، خاصه قبل التمرين. قبل التمرين جسمك كامل ترطبيه، وكمان بعد الشاور ضروري جدا يترطب كل يوم كل يوم كل يوم. بس اذا رحتي للجيم قبل الجيم وبعد الشاور اللي بتاخذيه، هاي قاعده تمام، لانه انا شيء بغلط فيه او بنسى، انا بنسى ارتب جسمي. هلا صرت اسوي منبه عشان يذكرني بنت رتبي جسمك، مش ناقصين ستريتش. الشغله الثانيه اللي بدي احكي لكم عليها انه يعني غلط ثاني انا كنت بسويه، كنت لما بروح للجيم طبعا بعد ما اسوي شيء يساعد انك انت ما تطلع هون الريحه يعني في الابط وهيك، كمان بسوي برفيوم. كنت بستعمل برفيوم تبعي البراند، يعني في ظرف شهر راحت يعني علبة العطر، هلا ظليت بدون عطر. لازمني ارجع لروسيا اشتري من روسيا، لانه ما بحب اشتري من تونس، هذا موضوع ثاني ما بدي احكي فيه. فاشتريت هاي العطر 45 دينار تونسي من هون، اوف رحت بتجنن. بضل معك يمكن شي 4 ساعات، ولكن اتليست يعني. فاللي كان بدي احكي انه اشتروا عطر رخيص للجيم، لا تستعملوا البراند، اشتروا الشيء اللي بس هيك يساعدكم في الساعتين اللي حتمرنوا على فيهم وبس هيك. لا تحطوا فلوسكم في عطر اكسبنسيف الا الناس، يعني اذا في هون شخص مليونير او ملياردير عادي اتس اوكي ذاتس فاين، بس انا بحكي على الطبقه العاديه اللي مثلنا. انا ان ماي اوبينيون اي ويل نوت انفست في شيء زي هيك، ف مهما مساعدا بشتري هيك شيء بيعدي لي فقط الساعات اللي حاقضيها في الجيم. هاي للجيم والبراند للطلعات وللفسحات ولهلها اشياء. هذا هو لليوم اللي كان بدي احكيه. في المراحل الثانية من الفيديو رح احكي لكم عن اشياء ثانية، كل ما بتذكر شيء بفيدكم بحكي لكم عليه. اليوم عندي باك داي، انا البوست ورك اوت تبعي في ناس بتاخذ
موزة بتساعدها عشان فيها الجلوكوز. انا من نوع من الناس بشرب قهوة عشان تصحصحني، وخاصة انه انا صاحية بكير، انا صاحية من الساعة 4 الصبح. هلا راح اسوي لكم انبوكسينج، وانتم سووا حالكم متفاجئين لانه انا اوريدي فتحته مع جماعة الانستغرام. طلبت هالشيء من موقع جوميا، فهذا سويت بيلت، يعني بتلبس الاوتفيت تبعك عادي. قربت لكم هون عشان تشوفوا، هذا هو سويت بيلت. شو الفايدة منه؟ الفايدة من السويت بيلت انه هذا بيقول انه like your abs will be shredded، كمان ما بقولهم بهالشيء، ولكن راح اجربه وراح اعطيه تجربة، لانه حاليا علميا ولا شيء يثبت انه sweating بيساعدك انك تنحف، ولكن انا راح احطه هون واشوف هل بيساعد انه اتخلص من الدهون المتراكمة في البطن، لانه اكثر شيء انا عندي فيه حاليا دهون وصعبة هي البطن، مع عندي نفخ وكثير بعاني من البلوتينج، لهيك انا اشتريت هذا حكيت لكم عليه عشان يساعدني، ولسه عم بقرا في هالموضوع هذا، وقريت كثير حاليا ريبورتس، فاذا لقيت شيء مفيد لانه بعرف كثير بنات بيعانوا منه راح لكم. وهذا المفروض اني راح استعمل الجل هذا على منطقه بطني، يعني لما اروح هناك للجيم واحط بعدين السويت بيلت وراح اتمرن على حالي وبشيله بعدين. هيك انا هلا لازم اروح اتمرن يا عمري الحلو. رح اسوي لكم اليوم الورك اوت، هذا الورك اوت اللي رح اسوي لكم اياه فيكم تستعملوه لمده شهر. اخ في كثير معلومات بدي اعطيكم اياها، بس ما بعرف اعطيكم اياها في فيديو واحد، ولكن بنصحكم انكم انتم تقراوا على البروجريسيف اوفرلود. مش منيح انه احنا نغير تمريناتنا، مثلا الاسبوع هذا تمرنت شيء، الاسبوع الثاني تمرنت شيء ثاني، هالشيء ما رح يساعد انك انت تبني عضل. فاذا لاحظت انك انت you don't like your glutes they are not growing، والا انت ما عم تبني عضلات وما عم تشوف نتيجه، فممكن انت عم بتسوي الغلط هذا. فاتليست التمرينات تبعكم بتسوي وخلوها لمده شهر، بعدين تفكر انك تغير، لانه كل شوي شوي لازمك تضيف اوزان. يعني لما تحس انه خلاص الوزن هذا تعودت عليه وصرت بتسويه بكل سهوله، تنتقل انك انت تضيف شوي. اقراوا على شيء اسمه progressive overload، لانه انا ما بقدر اشرح كل شيء في فيديو واحد واعطيكم كم هائل من المعلومات في فيديو واحد. بس اذا حبيتوا فيديوهات اكثر عن هالشيء عن الرياضه بتحت في التعليقات، حطوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، تحبوني في التعليقات، وانا ميرا الماموره الحلوه الاموره اللي بتحبكم كثير. يا اصدقائي لسه خلصنا قهوتنا الصباحيه مع بعض، ان شاء الله تكون عجبتكم الدردشه معي. ليتس جو. اني رحت بسرعه نسيت المنشفه، اشتريت بابي دي فيزي، هذا المسند بس لحالي. شايفين العرق لسه ما بلش اسمع عليه. رح نجرب البرودكت اللي قلتلكم عليه لأول مرة. We'll be right back.
حسيت هون لازمني اتدخل وبشرح لكم شوي على التمرين هاد. لو بتشوف يدي في الموضوع يا اصدقائي ببلش بهالطريقة 10 مرات، بعدين بروح لليد الاخرى ونفس الشيء، بس انتهي منه بروح بمسك يدي بالطريقة اللي راح تشوفوها هلا، ما في اي راحة وبكمل التمرين تبعي. هدول 2 exercises في 1، فلهيك لازم ما يكون في اي راحة، وبسوي لكل واحدة كل يد 10 10. خلصت وهلا راح اسوي الابس ورك اوت تبع بروتين. دايما بسوي تبع بروتين، بسويها 3 مرات في الاسبوع. تخيلي في حياتك يا حبيبي، طمني علي وحب عمرك اللي مش ناسيك. اليوم راح اشارك معكم البوست ورك اوت تبعي. الصراحة راح زي ما بيقولوا، انا غالبا باخذ الواي بروتين على طول وفي الجيم، بس اليوم لانه عقلتي مش معي زي ما انتم شايفين نسيت المنشفة، ما بعرفش نسيت ما اخذش واي بروتين معي، فرح اسوي وجبة كاملة بدل هيك غنية بالبروتين. فلنرى يا اصدقائي ما هي مكونات هذه الاكلة. جيت على بالي كده من كم يوم، قلت اما اسال فينك وكلام بيني وبينك. One eternity later. انا مشهور مطربة فاشلة وموهبة تستحق الدف. اول شي رح ناخذ موزة. تعرف لما تحط الموز في الثلاج بيصير هيك لونه اسود، او ماي جاد، بس هي من جوا مش معفنة. سو رح احط موزة كاملة. هون شوفان رح ناخذ ملعقة وملعقة اخرى، يزدي فيه البركة عاد ما نشلفوش، وملعقة من الواي بروتين، ملعقة يسلم والله قرايتي سكوب، معلش عقلي مش معي، 5 جرام من الكرياتين. طبعا خليني احكي لكم انا كمكملات غذائية شو باخذ. باخذ الواي بروتين وباخذ الكرياتين. الكرياتين بيساعد انه يعني قوتك تزيد وتقدر ترفع حديد اكثر، وكمان بيساعدك انه ضخم، بيساعدك انك تكبر العضلة. كيف بيشتغل الكرياتين؟ الكرياتين ياخذ المية من جسمك وبيحطها في العضل، فبهيك هي العضل تكبر. سو بس فلهيك اذا بتاخذوا الكرياتين لازم تتاكدوا انكم انتوا عم تشربوا 3 لتر 4 لتر في اليوم يعني، والا بيصير لكم ديهايدريشن. هاي هي نوعيه بستعملها، راح اغيرها. هي نوعيه روسيه. بالنسبه للواي بروتين راح احط لكم هون الصوره تبعه اللي بستعمله انا للتنشيف. في العاده بحط في الوجبه تبعي زبده الفول السوداني، بس رحت اليوم للماركت ما لقيتش الماركت اللي جنب البيت، ف مش راح نحط، وبدل هيك راح احط بذور الشيا، ملعقه صغيره من بذور الشيا، لانه بذور الشيا فيها فات. ونضع هنا الحليب، وشكر الله سعيكم وسعي وبارك الله فينا. نحط المشروب تبعنا، وهيك بيكون عنا آلات باست ورك اوت بيبي. خلينا ننحت الجسم والشيب الحلو يطلع، وهيك ونصير سكسي ليدي. اوب 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 ماي جادنس ستايل. تشيرز. بنينة. The next day. صح، لقيت في عندي abdominal bloating، انتفاخ في البطن، فقررت اني اجرب هاي التيزان، اشرب منها كاس قبل ما بروح اتمرن، يعني بلكي تساعد على الانتفاخ. انه هيك بغلي المية، بحط ملعقة منها، بطفي عليها النار وبتركها هيك لمدة 5 دقايق. طعمها صراحة حلو بالنسبة لي، لانه انا متعودة اشرب اشياء صراحة طعمها جدا سيء، فممكن لحد مش متعود تجيها طعمه مقبول، يعني مش سيء الصراحة. I'm gonna go.
عمري صباح الطاقة الإيجابية، صباح الحب، صباح الحياة، فيك تلي وميك عم ببتسم. وأنا صراحة رح موت من النوم، صاحية من الساعة 3:30. بتعرفوا لما تكونوا بتتمرنوا لازم تناموا أتليست 8 ساعات عشان تساعدوا المصل تبعكم على الريكفر، كمان بترتاحوا، لازم ترتاحوا، عرفتوا؟ حاليا لأنه ما عندي طاقة سأستعين بصديق الكولاجين. دائما بأخذ 1 سكوب، هاي براند روسية، إذا بتحبوا على براند كتير منيحة أحط لكم هون صورتها، it's not sponsored أكيد يعني. أنا كنت بدي أشتريها بس وقتها I heard سكر بسبب الحرب وهيك، ما عاد في توصيل لروسيا. هذا يعني هذا النوعية موجودة على I heard، فاشتريت يعني نوعية روسية. بس in my opinion it is expensive، إذا كل شهر راح تشتروا هاي البراند اللي سويت لكم إياها، يعني بحس إنه تبع شخص يشتغل مش طالب. فهي سعرها، هاي روسية سعرها رخيص للي ساكنين في روسيا بيتابعوني إذا بتحبوا كولاجين. ما كثير حبيتها، في براند ثانية كنت بستعملها كمان، هاي almost بنفس السعر البراند الثانية اللي قلت لكم عليها، بتظل معكم أقل من شهر يعني 25 يوم، بينما هذه 80 يوم وسعرها تقريبا 1500 تقريبا أو 1200، ما بتذكرش، 1500 روبل أو 1200 روبل شيء زي هيك، يعني ضل معكم almost 3 أشهر. Oh my god it's huge، كثير رخيصة. بستعمل بديل هذا إلى أني أشي ما يخالف ذلك، ليش بستعمل الكولاجين؟ إذا أنتوا بتسووا رفع أثقال، أهم شيء، أهم أصلاً حتى من الواي بروتين اللي هو الكولاجين، هذا اللي بيساعد المصل تبعكم. فخلافاً عن إني باخذه للجيم، كمان يعني أنا عمري تجاوز 25 سنة، فمن 25 سنة الكولاجين ينقص في جسمنا، وبالتالي بتبلش تظهر علينا علامة التجاعيد شوي شوي عم نكبر. بيساعد جدا على الامن سيستم تبعنا، بيساعد المفاصل، البشرة، الشعر، النيلز، بيخلي بشرتكم تكون جلوي، وكمان بتكونوا اصغر في السن. ومين بده يكون اصغر في السن يعني؟ اكسكيوزمي، مين بيحب يكبر؟ نو وان ابسولوتلي. فبس باخذ 1 سكوب. نصيحه، بما اني حكيت على الكولاجين، خذوا الهايدرولايزد والا البيبتيد كولاجين، هذا بيكون مكسر فيسهل انه يتهضم. معاه يكون الفيتامين سي، كمان الفيتامين اي لازم تكونوا حارسين انكم تاخذوه، سواء تاخذوا مكملات او من الاغذيه، من المحبذ انكم تاخذوها من الاغذيه. شو كمان؟ النحاس والزنك. ما لازم تاخذوا انتي اوكسيدنت زي الشاي الاخضر او القهوه، لانه هالشيء بيحمي الكولاجين في جسمنا، لانه ممكن احنا عم ناخذ الكولاجين بس الكولاجين تبعنا مش محمي، فبالتالي ما فيش استفاده. والتانيين اللي قلت لكم عليها، الزنك وغيره والفيتامين سي، كل هذول الاشياء الكولاجين ما بيقدر يعني يمتصوا جسمنا الا عن طريق هذول الاشياء، خاصه الفيتامين سي يعني. وبس لهيك بتلاقوا انه الكولاجين دائما بيبيعوه مع الفيتامين سي والهايليرونيك اسيد. هو كل حديث اليوم لازمني اتحمس اتقوى عشان اروح للجيم. اليوم صاحيه بطني منفوخه شوي، ما بعرف اذا شايفينها في الكاميرا، هي منفوخه شوي، ف راح اشرب شوي من التيزان تبعي عشان تساعدني. لازم اشرب القهوه، اشرب الكولاجين، اشرب هاي، وفاضل نص ساعه لازم اكون في الجيم. وهذا كله انا صاحي من 3:30، انا بتقلب في التخت، خلاص استسلمت 5:30، رحت اتحممت، ظبطت البيت شوي، ومع ذلك ما لحقتش. دايما مشكله الوقت. الليك داي 2 هو اكثر صعوبه من الاول. اول شيء ابلش بيه هو التحميه، بسوي على اله الركض 5 دقائق، دقيقتين مشي سريع ودقيقه جري، بعدين اسوي جلوت اكتيفيشن. هاي الحركه اللي انتم عم بتشوفوها فيكم تاخذوها وتسووها، ضروري جدا تسووا تحميه عشان تتفادوا اي انجري ممكن تصير. كمان بتجهزوا جسمكم ل
لرفع الأثقال ولتمرينات بتكون صعبة. أول شيء أبلش به حبيبتي الهيب ثريست. هون أنا برفع تقريبا 80 كيلوغرام. الهيب ثريست هو من أصعب التمرينات اللي أنا بسويها، فلهيك أبلش به. كمان إنه هو كومبايند إكسرسايز، يعني يستهدف كذا شيء، فبلش به هو أولا، بعدين أروح للإزوليت موفمنت. بسوي 10 ريبيتيشن أند 5 سيتس، وفي آخر ثانية هاي بظل فيها 10 ثواني إنه هيك واقف الفوق وبس. هاد هو بحس حالي إني أنا متت الصراحة في كل سيتس، برتاح دقيقتين وبعدين أروح للي بعدها. بعدين بروح للتمرين هذا اسمه هايبر اكستنشن. هالتمرين هذا كثير يستهدف عضلة الجلوت. حاولوا انكم تفوتوا تمرين هذا لروتينكم، ولو بتشوفوا انه انا بحني الظهر بالطريقة هاي عشان اول شيء احمي ظهري، بعدين عشان بخليه انه يستهدف الجلوت واي سكويز، يعني بشفط المؤخرة في الاخير عشان بستهدف العضلة اكثر. بعدين نروح على السوم سكوات، بسوي 3 سيتس 12 مرة. بعدين بروح للبولينج، نفس الشيء اي سكويز الاس في اخر يعني شيء عشان بستهدف العضلة اكثر اكثر. ننتقل هلا على الليج بريس. رح اشتغل على الابدكتر اند ادكتر. لما بنسوي يعني ساقي هيك بهالطريقة انهم الاثنين قراب من بعض، بستهدف العضلات الخارجية. رح احط لكم هون صورة توضح اكثر انا في شو عم بحكي. ولما بحط ساقي بالطريقة الواسعة هاي انها تتجاوز مثلا مستوى الكتفين تبعي، هالشي بيستهدف العضلة الداخلية زي ما حكيت، بحط لكم صورة توضح أكثر. بينما لما بحط وسع ساقي زي وسع يعني أكتافي، فهالشي يعني إنه أنا بستهدف الليج كلها. في كل واحدة بسوي 3 sets and 12 repetition. طبعا كل ما بخلص واحدة أروح للثانية. للأبدكتر عند أدكتر بسوي وزن خفيف 40 كيلوغرام، ولهالتمرين هذا بسوي ما يقارب 110 كيلوغرام. اخر شيء طبعا بعد هون ما تعبت ومت بالتعب، لازمني احفز حالي وارقص على اغنية هيفاء وهبي الجديدة ما تيجي تيجي، ما بعرفش الباقي. المهم اصدقائي بروح للتمرين هذا. التمرين هذا ممكن انتم بتشوفوه سهل ولكنه جدا صعب للاسف، بموت فيه. بسوي 3 repetition وبضل هيك في القعدة هاي الصعبة جدا أصدقائي التي لا أحسد عليها 45 ثانية. كنت رح أقول دقيقة، إيه الكذبات. وبس هيك أصدقائي، هذا هو الليك دي. وطبعا لا ننسى stretching. اليوم قررت اجرب بري ورك اوت جديد. راح احط بطيخ احمر، وراح احط زبادي طبيعي، سكوب من الكرياتين 5 جرام، وسكوب من الواي بروتين، وراح اضيف شويه شيا سيدز. وهذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. بضيف هون الثلج عشان يصير فريش اكثر. هذا هو البوست ورك اوت تبعي. Oh my god, so delicious. مرعش. جربوه وقولوا لي رأيكم في التعليقات. أصدقائي رح سوي هلا مكرونة. الصوص تبعها عبارة عن طماطم، أخذت تقريبا 5 مع 4 ثوم، رح خلطهم في الخلاط، وهذا الصوص الرئيسي. رح نحط البصل وأضيف شوية زيت زيتون وأقليهم شوية. وهلا بعد ما ذبلنا البصل رح اضيف الصوص. التوابل عبارة عن كركم، قرفة، كزبرة، فلفل اسود وفلفل احمر. فيكم طبعا تضيفوا الملح، انا بحب اضيفه بعدين عشان اتأكد وبس. سو هلا رح اضيف الموتزاريلا لايت. في عندي كمان هذول المثلثات تبع الجبن، بحب اضيف قطعتين مثلث، ونخلط هذا المزيج الجميل جيدا جيدا. وبضيف هلا الحليب، ونضل نحرك حتى يصير هيك لونها على الاورنج شويه،
وهلا بضيف اخر شيء اللي هي التونه، علبه كامله من التونه. بعد ما خلطت التونه بتركها شوي حتى قوامها يصير اخضر من هيك بشويه سنه، وخلاص بتكون هيك جاهزه. ولو حسيتوا انها ناقصه ملح طبيعي تضيفوا الملح، لاني انا بصراحه بضيف الملح في الاخر عشان اتاكد. وهي هي يا جماعه مكرونتي صارت جاهزه. حطيت هون كمان خس لانه بحتاج كثير للفايبر، لاني باخذ كثير بروتين عشان ما تسوي لي كونستيبيشن امساك. Every moment tonight they lend me to you. Every single time you look at me I lose it too. Why don't you come sit next to me, let things happen naturally like it used to be. بريك تونسي مشوي في الفرن. سو اللي راح نحتاجه بطاطا مسلوقة، جبن، بيض، وكمان تونة وبقدونس، وراح احط كمان كتوابل فلفل اسود وملح. بس هي لقيتها في السوق ممكن نازلة جديدة مكتوبة ملصوقة حارة، فحبيت اجربها. هذا الورق اللي بنسوي بيه احنا في تونس البريك. جماعة انا ما عندي فرن، هو المفروض اني احطهم في الفرن، فحطيته في قلاية وحطيت يعني زيت خفيف على الاخر. هاي هي وجبتي اصدقائي، بناكل صحي ناكل بذكاء. وصفة البرغل بخليها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس. هذا وصفة البرغل بالطريقة التركية، تقريبا بيقولوا لها مجدرة تركية شي زي هيك. وهذا البريك. مورنينج، صباح الخير، كيف الحال والاحوال ايها الطلبه. اليوم هو اخر يوم في الورك اوت اللي هو يوم الكارديو. كثير بكره اليوم هذا، لكن اي هاف تو دو ات، اي هاف تو دو كارديو. بعطي اخر نصيحه، في كثير نصائح كمان بدي احكيهم، ولكن خلينا ننهي بهاي. لما تروحوا للجيم يا جماعه مع الطقس هذا ومع كميه التعرق اللي عم نعرقها، بنصحكم انكم تاخذوا الواقي الشمسي اللي بيكون سبراي. في هون براند رح احط لكم هون صورتها، لاوش بوزي عندهم سبراي. هذا سبراي شو فايدته؟ انك انت تقدر تسويه قبل يعني بدون ميك اب او بعد الميك اب، هذا الشيء الحلو فيه. وما بيسوي، عرفتوا هذاك السائل الابيض، ما فيش سائل الابيض. انا مشتريه، انا رحت عشان اشتريه ما لقيتوش في البارافارماسي، فاشتريت هذا من لاغوش بوزي تبع الجسم. انا كنت رايحة اشتري تبع الوجه وتبع الجسم. انا قبل ما بروح للجيم او حتى لما اطلع في مشواري بحط هون على يدي كل المناطق اللي متعرية في جسمي، بحط عليها عشان احميها.
اول شيء بتعرفوا انه الواقي الشمسي بيحمينا من التجاعيد وهي الاشياء. بتعرفوا ان المناطق اللي بتجعل تعجز اول شيء في جسمنا هي اليد، وبيقولوا انه لما بيكون مكتوب 50 هون اشي يعني انه كل 50 دقيقة انت لازم تجدد، يعني كل 50 دقيقة انت لازم تحط منه. مش متأكدة من مدى صحة المعلومة، ولكن متأكدة منه انه كل ساعتين لازم تجدد الساتسكرين تبعك. انا لاني ما بحطش مكياج، بحط بس لبستك. انا بروح للجيم بحط من فيشي، وبعد التعرق وكل شيء وخلاص كملت تمرينتي بحط منها مرة ثانية. اذا بتحطوا انتم ميكاب لما تكونوا رايحين الجيم او ميكاب خفيف، بنصحكم اكثر لاغوش بوزي اللي بتكون سبراي، لانه زي ما حكيت لكم تقدروا تحطوها على الميكاب او حتى في طبعاتكم. انا كمان راح اروح ادور فيها في اكثر من صيدليه ان شاء الله بلاقيها. بس هذول هني اللي انا بستعملهم. بس قبل ما بروح استنوا لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه، وتكتبوا لي كلام حلو في التعليقات وتقولوا لي شو بدكم تشوفوا فيديوهات اكثر بالقناه. يا إلهي، نأتي لأكثر يوم ميرا مرمورة الحلوى الأمورة بتكرهه، اللي هو يوم الكارديو. زي ما أنتوا شايفين على السريع أني أنا بمشي بسرعة لمدة دقيقتين، بعدين الدقيقة أركض وهالشي على مدة 20 دقيقة. بركض على 9 وبمشي على 6.5. صراحة موتت في هالتمرين هاد، وبكره كارديو. أنا حرفيا بكره كارديو، ولكن لازم أسوي كارديو. بعدين بنتقل للتمرين هذا. هذا كان أصعب تمرين فيهم، لهيك سويته لمدة 5 دقائق وشكر الله سعي. بحس إنه حرقت فيه أكتر من أي تمرين ثاني. بس هيك، ما بعرف شو اسم الوركاوت هذا أو لا لا، هاي اللي بيعرفها يفيدنا في التعليقات. الحلو فيها انها تشتغل الجسم كله. بعدين ننتقل على السايد. ابلش بدقيقتين بسرعة جدا، ودقيقتين راحة على مدة 20 دقيقة نفس الشيء، وبزيد في الليفل. يعني كنت بشتغل على الليفل 5 and 6. او انا كنت عم بحكي لكم اني الاله هذيك تبع 5 دقائق هي الصعبه. الاصعب هو التمرين هذا. بحس حالي كاني تعرفوا انه بنسوي الزرابي، بنغسل الزرابي وننفضها، هي نفس الشيء. بنسوي الورك اوت هذا لمده 45 ثانيه، والريبيتيشن 5. يا الهي انني اموت. النجدة جدا كثير عرقت في الكارديو هاد، وصراحة كنت عم بوشينج، يعني عم حاول اعطي اكتر ما عندي، لانه كمان هذا اخر يوم في الاسبوع، فاكيد البرفورمانس تبعي اقل بشوية. مع الصراحة مش كثير بحب الكارديو، فالبرفورمانس اكيد رح يكون اقل. فلهيك كان المفروض اني اسوي 10 دقائق ابس وركاوت، ما قدرت الصراحة اني انا اسويها، واكتفيت ببعض التمرينات الخفيفة.